الاثنين 27 مايو 2019 في عرب وود الليلة. النجوم يلتقون على مائدة سحور دير جيست. أنا يعني لبيت دعوة النهاردة وبشكر دير جيست. كواليس مضحكة في مسلسلات رمضان هذا العام. انتظروا إياد نصار في كازابلانكا والممر. كازابلانكا مهم بالنسبة لي كخطوة سينما. محمد كريم على السجادة الحمراء في مهرجان كان. النهاردة السكرينينج وعرض الخاص الفيلم بتاعي أسكورت ساتل. هل ستكون نادين جيم بطلة مسلسل أحمد السقا الجديد؟ هيكون إن شاء الله في فيلم وفي مسلسل. عرب وود يلتقي حصرياً بكارول سماحة في فعاليات مهرجان كان. أول مرة لقلي مشاركة بمهرجان كان. حنان مطوق في رسالة حب إلى وردة. وردة بالنسبة لنا كلنا حالة خاصة جداً وصوت طربي جميل جزائري مصري. أهلا بكم مرة تانية، أنا جوري بكر. وأنا خليل جمال. أقامت مؤسسة دير جيست سحور ضخم جدا في القاهرة وجمع عدد كبير من النجوم، وطبعا دي كانت فرصة عشان نعرف من النجوم الحاضرين رأيهم في مسلسلات رمضان السنة دي وشايفين المنافسة ازاي. طول السنة الناس بتبقى تعبانة معانا، فقلنا نعمل لهم يوم النهاردة في الخيمة اللي احنا عاملينها السنة في رمضان. تجمع عدد كبير من النجوم على سحور مجلة دير جيست بعد الدعوة اللي وجهت إليهم، واعتبروا هذا التجمع فرصة لإعادة وإحياء العلاقات بينهم مرة أخرى. احنا عايزين يعني المين بالنسبة لنا الناس بتوعنا بتوع الشركة الستاف بتاعنا، وفي زمايلنا فنانين وراضيين حاضرين برضو النهاردة معنا. أنا السنة دي مهتم أكتر من أي سنة قبل كده أني أرجع تاني أناقش علاقاتي الاجتماعية والمشاعر المرتبطة بيها، ففرصة السنة دي الواحد بيعمل شوية تغييرات مع نفسه ومع محيطه. والله أنا مش بحب قوي بصراحة الخروج في رمضان، بس أنا يعني لبيت دعوة النهاردة وبشكر دير جيست. انا بحاول على قد ما اقدر في رمضان ما اكونش كسول جدا، مع ان انا بتحول لشخص كسول خصوصا السنتين اللي فاتوا، عشان انا ما يعني كنت بعيد عن الدراما التلفزيون، فكنت مقضيها رمضان بيتوتي جدا. طبعا وليد احنا لسه مخلصين فيلم كازابلانكا مع بعض، ف يعني بقالنا شويه ما تقابلناش، فهي فرصة نتقابل. أنا مبسوطة قوي إن أنا موجودة النهاردة في السحور، سعيدة لوليد وبقول له دايما من نجاح لنجاح، والدير جاست وأنا بحبهم جدا، وما كانش ينفع يعملوا حاجة زي دي أو خيمة رمضانية وما كنش معهم واحتفل معهم بنجاحهم، وأتمنى لهم إن شاء الله دايما كده موفقين في عملهم. وبعض الفنانين المتواجدين كانت لهم آراء في مسلسلات رمضان. والله في أعمال كتيرة، بس اللي أنا شفته، لأنه في أعمال أنا ما شفتهاش، من اللي أنا شفته يعني في تميز كبير للشباب السنة دي. طبعاً سامح عبد العزيز مقدم دينا الشربيني بشكل جميل، لأن هي ممثلة كويسة قوي، وحكايتي الجميلة ياسمين صبري متعة للنظر. عجبني مسلسل ولد الغلابة لأنه السقا غير جلده. واكتفى أحمد جمال بهذا التعليق عند سؤاله عن مدى صحة انفصاله عن خطيبته. الخبر مظبوط فعلا، ويعني بقول كل شيء اسمه نصيب، وانت عارف الحاجات دي نصيب يعني. والظاهر ان الفترة القادمة بعد رمضان مليئة بتحضيرات قوية. في غنوة سنجل بحضرها اسمها بساطك، هتنزل ان شاء الله في شهر 7. وفي ألبوم خليجي برضو بشتغل عليه دلوقتي، لسه بختار يعني، إن شاء الله هيبقى حوالي 10 أغاني إذا ما جننتش ولقيت فيه حاجات أحلى. في
كتير من المواقف المضحكة في كواليس أعمال رمضان السنة دي بغض النظر عن أحداث العمل، وكانوا النجوم بيحاولوا إن هم يرفهوا عن نفسهم بأساليب مختلفة عشان يقدروا إن هم يتحملوا ساعات التصوير الطويلة. لم تخلو كواليس مسلسل بركة لعمرو سعد من المواقف الكوميدية، وقام عمرو بنشر فيديو على صفحته على انستجرام وعلق عليها ضحك في كواليس مسلسل بركة، وتضمن المواقف أخطاء وقع فيها أبطال المسلسل قبل المونتاج، وشارك في بطولة العمل هالة صدقي وهنادي مهنا. شركة بتضيع يا بركة وهيشحت على باب السيدة. ظهرك في السيدة يا شيخ. أما في كواليس مسلسل زلزال فالموقف كان مضحك بعض الشيء، ولكنه كان مؤلم على بطل المسلسل محمد رمضان، حيث سقط أثناء التصوير ونشر رمضان الفيديو على انستجرام وعلق عليه: كان أهم حاجة أعمل المشهد بنفسي وأقنع المشاهدين، وبعد ما انتهيت من تصوير المشهد سابوني فوق السلم وقالوا ده محمد رمضان وأكيد هيعرف يتصرف، نلحق نجهز المشهد اللي بعده. الحمد لله ربنا ستر. وبيشارك في بطولة المسلسل حلا شيحة وماجد المصري. يا نهار ابيض. تمام. اما مسلسل هوجن فظهر ابطاله في الكواليس وهم بيغنوا وبيعكس الفيديو مدى التقارب بين ابطال المسلسل، وكان هذا واضح في الكواليس حيث كان يستعد كريم محمود عبد العزيز للتصوير، وفي نفس الوقت كان بيغني مع محمد عادل امام واسوس. وشارك ايضا مصطفى شعبان جمهوره بفيديو من كواليس مسلسل ابو الجبل، وبالرغم من ان الحزن سيطر على احداث المسلسل الا ان الكواليس جاءت عكس ذلك، وظهر مصطفى ودياب واخرين في الكواليس وهم بيغنوا اغنيه تتر مسلسل ليالي الحلميه، وبيشارك في بطوله العمل عائشه بن احمد ونجلاء بدر. صدرت إميليا كلارك غلاف مجلة ألور لشهر يونيو، وتعتبر هذه المرة الأولى يلي بتظهر فيها على هالغلاف. Hey, I can do the drummer. تم التصوير ببيفرلي هيلز وبعدسة المصور ماركس أولسن يلي قام بتصوير العديد من المشاهير أبرزهم ديبيكا بادوكون، وقام بتصفيف شعر إميليا جيني تشو، فيما اهتمت ألور وإميليا بالميكاب بشكل كبير، لذا لجأوا إلى الميكاب أرتست فريدريك ستامبرو لتطبيق الميكاب الخاص بالفوتوشوت، وبالفعل نجح بأنه يظهر إميليا بناتشرال لوك من دون أي تكلف. أما الإطلالات يلي ظهرت فيها خلال الشوت فتميزت بالنعومة، وكانت تحت إشراف ستايلست كارين كايزر، حيث تألقت بوايت دريس من توقيع كريستوفر كين يلي يعتبر من أكثر مصممي الأزياء يلي بتفضلهم، وزينت الفستان بإيرينجز من جيفانشي، وظهرت أيضا بأوف وايت دريس. It is the first time I've worked with Patrick. There's so much that makes his photograph so special. A lot of it has to do with his connection to the person that he's photographing. وخلال المقابلة كانت تصريحاتها جريئة، حيث قالت أن مشاركتي بGame of Thrones كانت هي طوق النجاة بحياتي، فهو يلي كان يعطيني دافع إلى الحياة، وأضافت أنه Game of Thrones مختلف تماماً عن الأعمال يلي تعرض، فبيخليك سعيد وأنت وعم بتشاهده وعم تشتغل فيه. أما عن لقائها ببيانسي فأكدت أنه كان رائع، فبيانسي هي مغنيتها المفضلة، وقالت أنه من المصادفة أنه من عشاق Game of Thrones، وأنه زوجة جايزي دايماً بيهديها هدية مستوحيت من Game of Thrones. Give me my check. Put some respect on my check. أما عن يلي تعلمته من رحلة مرضها بتمدد الأوعية الدموية بالمخ فقالت: تعلمت حب الحياة، فأنا كنت معرضة للموت بأي لحظة، لذا أنا بقدر هلأ قيمة كل دقيقة عم عيشها، وبحاول دايما أنه أعيش بطبيعتي حيث بمشي بسرعة الشارك حتى أقدر أنجز كل يلي بدي. This is my fight song. Take back my life.
لا يزال في عربود الليلة. إياد نصار سعيد بالعمل مع أمير كرارة في كازابلانكا. متعاون جدا، مريح، ما عندوش المشاكل النفسية اللي موجودة عند شخص محقق نجاح. نيكولاس كيج يهدد محمد كريم. مشاكل يواجهها فيلم جيمس بوند. فيلم جيمس بوند بيعاني في نسخته 25 من العديد من المشاكل وعدم وضوح الرؤية. فيا ترى ايه هي ابرز المشاكل دي؟ الفيلم لغاية هلا ما بيحمل اسم رغم بدء التصوير ويشار له باسم بوند 25، كما تأجل طرحه من خريف 2019 الى شهر ابريل 2020. Everybody needs a hobby. So what's yours? Resurrection. كما أنه لهالفيلم أهمية خاصة على الأقل لدانيال غراي، حيث أنه الجزء الأخير يلي بيقوم ببطولته، لذلك فهو حريص أنه يهتم بأداء التفاصيل المتعلقة بالفيلم ومنا سيناريو، حيث أنه السيناريو بيشترك بكتابته 3 أشخاص وهن المخرج كاري جوجي فوكوناغا والكاتبة فيبي وولربريدج إلى جانب دانيال غراي نفسه، وذلك من بعد ما ترك المخرج داني بوي للعمل بسبب اختلاف وجهات النظر بينه وبين المنتجين. وذكرت مصادر من داخل الفيلم أنه رغم أن التصوير بدأ من فترة إلى أنهم ما زالهم عم بيكتبوا السيناريو أثناء التصوير وأعادوا كتابته أكثر من مرة. وأضاف المصدر أنه الحبكة الأساسية للفيلم مكتوبة ولكن الحوار يكتب باللحظات الأخيرة، وهيدي منا الطريقة يلي تصنع فيها الأفلام. بالإضافة إلى أنه الفيلم بيعاني من بعض المشاكل الانتاجية، وكان أبطال الفيلم دانيال غراي ونايومي هاريس بالإضافة إلى ليا سيدو بدأوا التصوير بجامايكا قبل فترة، ومن المفروض أنه يتوجهوا لأوروبا لاستكمال التصوير مع باقي أبطال الفيلم من بين رامي مالك وريف فاينز، ولكن من الواضح أنه سوء الحظ مرافق الفيلم، حيث أنه غريغ أصيب بكاحله خلال أحد مشاهد الفيلم بجامايكا واضطروا صناع العمل إلى تأجيل التصوير أسبوع حتى يتعافى. وذكر مصدر أنه غريغ غاضب بسبب إصابته من بعد أشهر من التحضير بدنياً للدور. Why should I trust you? Because right now I'm your best chance of staying alive. ومن الجدير بالذكر أنه هيدي من المرة الأولى يلي يصاب فيها غريغ، حيث أنه أصيب أكثر من مرة من قبل أثناء تصوير الأفلام جيمس بوند، وأخيراً كانت إصابة بركبته بفيلم سبكتر بعام 2015. حالة من النشاط الفني بتنتظر إياد نصار خلال الفترة القادمة مع عرض فيلمين جداد لي، الأول كازابلانكا مع صديقه أمير كرارة، والفيلم الثاني الممر من إخراج شريف عرفة. إياد نصار متنوع كالعادة، وهلاقيه في العملين بشكل مختلف ومفيش أي شبه بين الشخصيتين اللي بيقدمه. وإحنا بصراحة سعداء جداً إن إياد هنشوفه في عملين كبار زي كازابلانكا والممر، واللي هيعوض غيابه السنة دي في شهر رمضان. كازابلانكا مهم بالنسبة لي كخطوة السينما، يعني أعتقد أنه هيحطني على خارطة السينما بشكل جديد. رشيد الطيار بلدي أول حركة دي يا شفوت. هيدا كان رأي إياد نصار بدور رشيد الطيار يلي بقديه بفيلم كازابلانكا. مجموعة من الهجمين البحر في اسكندرية، ثلاثة بيتفقوا بيختلفوا، مش هقول أكتر من كده. ورغم حرصه على عدم الإدلاء بتفاصيل كتير عن الشخصية إلى أنه الشكل بيعبر كتير عنه. شكله دلوقتي هو غريب لأنه رشيد الطيار غريب، شعره شكله غريب ومزيت، وشعره غريب ومزيت، هو الشخصية كده مش أنا. منظرها كده باين قطع زور. الفيلم تجربة مميزة ومختلفة بالنسبة لإياد نصار لأكثر من سبب. كازابلانكا فيلم هو أكشن، ودي منطقة بالنسبة لي جديدة فيها بحث، يعني كانت بالنسبة لي، وبيتر ميمي مخرج متمكن في المنطقة دي،
دلوقتي التعاون تاني ده بيني وبين امير كرارة بعد مواطن اكس. بس انا بصراحة اكتشفت امير على المستوى الانساني المرة دي اكتر من مواطن اكس. انا دلوقتي مجهز مشهد بيني وبين امير. امير معايا اهو. امير ايدو حبيبي. ويلكم تو مراكش. ويلكم تو مراكش. وواضح انه نتيجه هالتعاون صداقه قويه. كسبت صديق جدع يعني. انسان متصالح مع نفسه، نجاح اللي حققه امير في الفتره الاخيره ده ويستاهل انه يوصل له. متعاون جدا، مريح، ما عندوش المشاكل النفسيه اللي موجوده عند شخص محقق نجاح. العركة لو ابتدت هتزعل. ومن رشيد الطيار رح يخدنا إياد إلى الضابط الإسرائيلي يلي بقديه بفيلم الممر. أنا كنت عامل دور ضابط إسرائيلي، والدور كان على الورق مش موجود بشكل مساحة كبيرة، لكن أستاذ شريف عنده الحاجات بتتطور طول الوقت، ما بتفضلش ثابتة، فكان طول الوقت في حالة تطور للدور طول الوقت. يعني مش عارف امتى يعني دايما في حالة اضافة وفي حالة تطوير للشغل لغاية ما وصل لمنطقة. فعلا انا مبسوط ان انا كنت جزء من الفيلم. حرب من غير نهاية، يا احنا يا هم. ورغم انه الدور كان صغير بالنص الاول، الى انه ايمان اياد بالفكرة وبمخرج العمل شريف عرفة كانت حافز كبير لقبول الدور. حبيت الفكرة، العمل نفسه اللي بيتكلم عن بطولات حرب الاستنزاف دي حاجة في التاريخ مش مركزين عليها. الأجيال مش فاهمة يعني ايه حرب الاستنزاف وقدي ايه كانت المهمة المرحلة دي في كسر العدو نفسه، يعني هي مرحلة التأهيل للانتصار. فحلو انه يتم التركيز في فيلم على المنطقة دي، على منطقة حرب الاستنزاف، بقى واحدة من العمليات اللي كانت موجودة. يعني الحرب خلصت وانتوا انهزمتوا، اذا مش منتبهين احنا مش هندافع، احنا نهاجم. نظم صناع الفيلم الامريكي A Score to Settle عرضا خاصا ضمن عروض مهرجان كان السينمائية الخاصة، وهو فيلم من بطولة العالمي نيكولاس كيج ومحمد كريم. طبعا محمد كريم كان فرحان جدا ان فيلمه اتعرض في مهرجان كان، ومش اي فيلم، لا فيلم عالمي مع نجم كبير زي نيكولاس كيج. بيقدم محمد في الفيلم شخصية جيمي اللي مش بيخاف من اي حاجة في الدنيا، بس كل حاجة هتتغير لما يقابل فرانك او نيكولاس كيج في الفيلم. مساء الخير، انا مبسوط جدا ان انتم معايا النهارده، والنهارده السكرينينج وعرض الخاص الفيلم بتاعي A Score to Settle مع نيكولاس كيج، وسعيد جدا ان انتم معايا النهارده. يلا بينا. بالكلمات دي عبر محمد كريم عن سعادته بأولى خطواته نحو العالمية بعرض فيلم A Score to Settle بمهرجان كان من ضمن العروض الخاصة. A Score to Settle. رافقنا كريم طوال العرض الخاص وكان متحمس جدا لدرجة انه كان معرض للسقوط على الأرض أثناء دخوله لقاعة العرض. وشارك جمهوره على انستغرام بتواجده في كان وبلحظات عرض الفيلم بالمهرجان. A Score to Settle هو فيلمه الاول بهوليوود، وحاول فيه البعد عن الشخصيه النمطيه للعرب هناك. تمنياتنا لمحمد كريم بالتوفيق بخطواته بهوليوود ليكون وجهه مشرفه للسينما العربيه. بعد الفاصل مفاجاه بيفجرها المنتج صادق الصباح لموسم رمضان 2020. في حاجه انا ما اقدرش اقولها، اللي يقولها الاستاذ صادق يعني. ان شاء الله ان شاء الله. هلا هنحضر. ما هي خطه دار كيلفن كلاين الجديده؟ اهلا وسهلا بالنجوم الرجاله في الدراما الخليجيه. من هي النجمه الاقرب لحنان مطوع؟ ريهام عبد الغفور، اختي وحبيبتي ومن اقرب الناس ليا في الوسط الفني. بعد رحيل راف سيمونز المدير الإبداعي لكيلفن كلاين في العام الماضي وما ترتب عليه من تغيرات داخل الدار، أخيراً أعلنت الدار عن خطتها في الفترة القادمة.
كشفت كالفين كلاين انها رح تبدا بعمل بلاي بوك جديد يلي بيهدف لخلق هيلو افكت حول المنتجات الرئيسيه للدار من دون تعيين مدير ابداعي ذو اسم كبير. كما تحدثت ماري جولن موريل مديرة التسويقية لكالفين كلاين عن خطة الدار للتعامل مع التغييرات بالصناعة، وشرحت أن الدار اتخذت سلسلة من مبادرات التسويق ورح تشمل الخطة على الملابس وريتيل سبيسز والتعامل مع منصات تقنية مختلفة. كما رح تتعاون الدار مع معظم المشاريع مع شركات من خارج المجال، ورح تقدم منتجات جديدة رح تباع تحت اسم كالفين كلاين، ورح يتم الإعلان عنها بسبتمبر وقت اطلاقها. وبتتأمل كالفين كلاين أن تكون هالاستراتيجية هي الخيار الأفضل بظل الطبيعة السريعة لصناعة الأزياء بالوقت الحالي، حيث توجد هناك حاجة لمحتوى جديد دون توقف بدل عن الكاتوك كالندر تقليدي. كما أنه من خلال العمل مع العلامات التجارية الأخرى والكرياتيفز الخاصين فيهم رح يتيح الفرصة لكالفين كلاين للتعامل مع عملاء محتملين، إلى جانب أنه طبيعة العمل على الكابسول كولكشنز بتخليهم التجديد بالتصميمات من دون الحاجة لتجديد رؤية الدار. ومن الجدير بالذكر أنه عروض الأزياء يلي قدمها راف سايمونز حظيت بالعديد من الأصداء الإيجابية، إلى أنها لم تترجم إلى مبيعات، لذلك الدار عم بتركز حالياً على برودكتس لتحقيق مبيعات عالية. شركة الصباح كانت محظوظة السنة دي بإنتاج أعمال ضخمة سواء في لبنان أو سوريا أو حتى مصر، خصوصا مع تصدر مسلسل ولد الغلابة نسب المشاهدة وكذلك مسلسل الهبة الحصاد. زميلنا راغب حلاوي قابل المنتج صادق الصباح اللي فجر كمان مفاجأة حلوة جدا لو بس تخيلناها، واللي أكيد هنستناها بشغف في رمضان اللي جاي. لك ألف مبروك هذا الانتصار للدراما اللبنانية واللبنانية العربية المشتركة، يعني اليوم كمان عم بتنقي ممثلين سوريين، مش عم بتخاف من أي انتقادات من أنه ليه عم بتجيبوا سوريين؟ لا أنا بالنسبة لي هذه الشركة هي شركة جنسيتها عربية، هي منا جنسيتها محلية، فبالنسبة لي موضوع الجنسيات بعيد عنا، وبعدين الفن يتعدى موضوع الجنسيات. سيد صادق، بس منلاحظ حتى لو بينتموا لنفس الشركة مش كل الممثلين عندكم أصحاب، بتدخل شي مرة بيناتهم بتقرب وجهات النظر بيناتهم؟ ليك هلأ هني كلهم تحت سقف واحد وعندهم نفس الاحترام ونفس المودة، هلأ موضوع إذا في خلافات أنا بعتقد لي خلافات مش بيناتهم، هي خلافات عالم السوشيال ميديا العالم الافتراضي. أنا بالنسبة لي بما أنهم هني عم بيأدوا أشغالهم باحترافية أو بالنسبة لإلي بيكونوا مجموعين تحت سقف واحد ماشي الحال. وهالحديث عن الخلافات شافوا البعض أنه السبب وراء غياب بعض النجوم عن حضور سحور شركة الصباح، ومنه نادين نسيب نجيم وتيم حسن. الواحد عنده ظرف، ما مثل مثلا الأستاذ تيم حسن عنده ظرف، نادين حبيبة قلبنا يعني وقعت بحالة مرضية مبارح ونتمنى لها الشفاء، قصي أساسا اعتذر من بكير لأنه راح يقابل أهله بفرنسا، معتصم حصل حالة مرضية عند أمه بالسعودية ومتمنى لها الشفاء، يعني بحالة بتصير. مع مجلة سيدتي مؤخرا حكيت عطيت حق لكل شخص من عندك موجود، نادين نسيب نجيم قلت انه الناس بتحب تشوفها بصورة الامرأة الحلوة. انا لقلك شو اول شيء كده عم بعمل مقابلة هاتفية وايمان كانت السؤال بظهر السؤال، انا ما كنت هيك قاصد اني اقول، انا كنت قاصد اقول انه اكيد بخمسة ونص مبسوطين عم بيشوفوا الاداء مع الامرأة الانيقة. نادين لعبت مع سمرة، لعبت معي نص يوم اللي هي مش متكلي على الجمال بالعكس، بس هي الفكرة بالموضوع انه انا شايف انه الناس تحب نادين تشوفها بهذه الأنقة، انما عم نحضر مشروع سنتجي
مثل بيقولوا اخواننا مصريين بنقلب الشراب. كلنا عنا ماضي، كلنا عنا مشاكلنا، كلنا عنا جراحاتنا، بس ما بحق له يغلط فيه، ما بحق له يجرحني. مش بس نادين يلي بدأت تحضيرات مسلسلها الجديد، ولكن كمان خلال لقائنا بأحمد السقا كشف لنا عن تعاون جديد رح يجمعه بشركة الصباح. لا هو في حاجة اللي في حاجة أنا ما أقدرش أقولها اللي يقولها الأستاذ صادق يعني. إن شاء الله إن شاء الله هلا هلا عم نحضر عم نحضر بس لا بس لنوصل من من أرض خلينا هيكون شكرا إن شاء الله إن شاء الله ثنائية مع نادين نسيب إن شاء الله ده شرف لينا إن شاء الله بإذن الله. بتحبك وأنا كمان بحبها جدا. وقدرنا نعرف التفاصيل من المنتج صادق الصباح. هيكون إن شاء الله في فيلم وفي مسلسل بس مش ضروري يكون أكشن خلينا نشوف. نجح بالصعيدي فما في لزوم إنه لازم نضل نخليه بدور الأكشن. أنا ما بتكلمش مع حد قبيت أنا إياك عشان أتكلم وأود نفسي في طوكر. أمال حكاية الكبير دي وقبل كده تقول إنك وعيت للكاميرات في شقة مصر. أضحي شكلك طريقة كلامك كل حاجة بتقول إني ليك كبير. أنا كبير نفسي ماشي. تراجعت في السنوات الأخيرة البطولة الرجالية لصالح البطولة النسائية في الدراما الخليجية، لكن شاهد الموسم الرمضاني الحالي عودة النجوم الرجالة بقوة إلى صدارة الأعمال الخليجية، فخلونا نعرف مين هم. الصالة هذه لها طريقين. من اللافت برمضان إنه هؤلاء الفنانين جمعتهم الصدفة بتقديمهم لأدوار معقدة، حملة بعد نفسي ومنهم داوود حسين. يلي قدم دور متقن من خلال شخصية جمال بمسلسل موضي قطعة من ذهب. إذا سميناها موضي رح نخسرها؟ حوار الطلب كان أخف وايد من حوار قلب. خليفة أمك عوبة ما تعاشر. والمسلسل بيناقش موضوعات بالغة الأهمية وشديدة التعقيد من وجهة نظر الجيل وبعيدة عن المنظور النسائي. أنا ما راح أرضى أكون سبيكة. اللي ذنبي هذا اللي وبتدور أحداث المسلسل بفترة السبعينات لغاية عام 2012 وبيتناول علاقة الزوج بزوجته وبيحلم جمال خلال الأحداث أنه ينجب فتاة ولكنه يرزق بأربع أبناء وبيركز العمل على علاقة الأبناء بالأب والدخول بصراعات كتيرة. كان المفروض أيتك هذه تكون من زمان ليتك ما تركتي هالمكان. لك البشارة لك البشارة يا يبا لك البشارة جت لك موضي موضي يبا يبا موضي يبا تكفى اسمعني. أما عبد الرحمن العقل فبعود هالعام بشخصية مفتاح بمسلسل ديرفة وتعتبر عودة موفقة لألو من خلال شخصية المجنون الساذج. وأبدى العقل تفوق وبراع بأداء هالشخصية المركبة والمعقدة. لن يشابك حالاته من حالاتك. ومن الفنانين يلي أثبتوا تواجدهم بقوة بالدراما الخليجية هالموسم فيصل العميري يلي بيشارك بمسلسل أفراج مشروط حيث بيقدم شخصية غاية في التعقيد وكان مقنع بدور عبد الرحمن يلي وضعته الظروف بموقف لا يحسد عليه وبيتحول لشخص أكثر انتقاما. وليش ما استغربت لما الأخ يغدر بأخوه والأم اللي تأخذها الدنيا عن عيالها والدم اللي يرخصون فيه عشان المصالح. أما حمد العماني فبيقدم شخصية مهزوزة ومركبة بمسلسل أمنيات بعيدة وبتجمع الشخصية ما بين السذاجة الثقافة والواقع وعالم الانعزال الخاص فيه المليء بالأسرار وتعتبر عودة ناجحة وموفقة لحمد. أمي لطيفة خلاص انهارت. وكذلك بطل حسين المهدي هالعام بثلاث شخصيات وهن العاطف المكسور بالديرفة والخاضع بمودي قطعة من ذهب والمعقد الشكيك ب وما أدراك ما أمي. وبيجسد المهدي هون دور الشاب المعقد من طفولته مما بيأثر على زواجه وبيعاني من الوسواس القهري.
بعد الفاصل في عرب وود الليلة. كارول سماحة إلى السينما. عم بلعب دور ما له علاقة بالكوتيل جلامور الناس تعرفت عليه فيه. هكذا تحدثت حنان مطاوع عن يحيى الفخراني وهند صبري. كان حلم كبير قوي ان انا اشتغل معاه، والحلم اتحقق في 3 اعمال، واتمنى اشتغل معاه تاني، يبقى ليا الشرف. طبعا كلنا فاكرين اطلاله كارول سماحه الجميله والراقيه في مهرجان كان، وده طبعا مش غريب عليها لانها دايما متالقه وبتعرف تلبس احلى حاجه، وعدد كبير من الستات والبنات بيقلدوها بسبب شياكتها. كنا طبعا محظوظين اننا قابلنا كارول سماحه حصريا في مهرجان كان، ودردشنا معاها عن حضورها هناك، وطبعا ما كانش ينفع اننا نشوفها من غير ما نعرف امتى هينزل فيلمها الجديد اللي بيعتبر اول فيلم سينمائي رسمي من بطوله كارول سماحه. ده غير انها مستمتعه بالاصداء اللي لسه بتجيلها عن اغنيتها متطلقه، اللي كانت دعم كبير لكل ست عدت او بتعدي بالتجربه الصعبه دي. To be invited by Chopin to the Festival Cannes 2019. بهالكلمات عبرت كارول سماحة عن سعادتها بالمشاركة بالدورة 72 من مهرجان كان السينمائي، من بعد تلقيها دعوة رسمية من قبل شركة شوبار للمجوهرات السويسرية. كثير كنت سعيدة بدعوتهم السنة اني اكون عم مثل الميدل ايست يعني بهالهيدا، وما انه كمان تام تبعهم هو لوف، فكمان كان في اذا بدك هيك بمشاركتي في شيء سبيسيال، ان كان باللبس ان كان باللوك كمان بيتبع هذا التام، وهي كمان اكيد براند عريقه، واول مره لي مشاركه بمهرجان كان. ورغم سعادتها الكبيره بحضور مهرجان كان، كشفت لنا عن اكثر شيء بيحزن فيه. تزعل انه هالمهرجانات اللي هي كل عمرها كانت مهرجانات ثقافيه صار التركيز اكثر اذا بدك على الريد كاربت وعلى اللوك وعلى الفساتين وعلى الميك اب وعلى الشعر، ما بقى عم نحكي عن الافلام، يعني عم بيخلص مهرجان كان ما بقى عم نفهم شو هو الفيلم اللي الاهم او شو هالفيلم اللي وصل رساله، لا فلانه هالستار لبست هيك ولبسناه عند الديزاينر. بيزعل شوي هالشيء، انه شوي شوي عم تروح الموضوع على الامور السطحيه اكثر، وعم بيفقد هالمهرجان، مش بس كان عم بحكي كل المهرجانات، المضمون الحقيقي اللي هو الفن. I'm looking at a masterpiece. I'm staring at a work of art. اطلت كارول على الريد كاربت بفستان سيمبل باللون الفوشيا من دار ازي اند اوستا. اما المجوهرات فاختارت نكلس مميز من شوبار. هن ديزاينر 2 شابين لبنانية، كتير سيلكتف بشغلهم، يعني ما بيشتغلوا مع أي حدا، ستيلهم كتير أوروبي كتير بسيط، وبنفس الوقت عندهم تاتش جلامور. فأزي أند أوستا اليوم هن حضروني على الريد كاربت كمان بالإضافة إلى شوبار، وميك أب من لوريال وديسانج، دونك إذا بدك رح يكون سبيسيال شوي هالريد كاربت. كارول كانت مهتمة جدا بمشاهدة العديد من الأفلام بالمهرجان. أنا اليوم معزومة على فيلم هيدن لايف بسال لينيير اللي هي أهم سال إذا بدك هون بأوروبا، يعني سال عريقة وقديمة جدا، وأنا سينيفيل، أنا حدا مهووس بالأفلام ومهووس إنه ببيته يحضر أفلام، بتابع السينما الطليانية القديمة، السينما الفرنسية، مش بس يعني بحب الأشياء الكلاسيك. دونك اكيد هيدي انا جاي للمهرجان مش بس لحتى اطلع على الريد كاربت، لا بهمني اني احضر فيلم جديد بكان. اكتوبر القادم هو موعد عرض اول افلام كارول سماحه بالصدفه. فيلم رومانسي اجتماعي عم بلعب دور ما له علاقه بالكوتيل جلامور الناس تعرفت عليه فيه. بنت بسيطة عايشة بحي شعبي جدا، عندها مشاكل كتير اجتماعية وبتعاني من محيطها، فدور صعوبته انه انتروفيرتي، صعوبته انه من جوا، مش الدور بيفجر وبيعبر وبيحكي، فكتير التركيز على النيونس، على التفاصيل الصغيرة، على الرواق، على الهدوء. هيدي الأدوار
بالنسبة لي تعتبر أصعب من الأدوار اللي فيها مثلاً جنون وفيها خوات وفيها عرفت لأنه في نيونس وديتاي أكثر. حنان مطاوع الممثلة الجميلة واللي بصراحة بتتفوق على نفسها يوم عن يوم في مسلسل لمسة أكتاف وعاملة بجد دور حلو جداً. المرأة القوية واللي بتضعف بس قدام اللي بتحبه الفنان الجميل فتحي عبد الوهاب. النهاردة منورانا في الجزء الثاني من فقرة نجم الأسبوع اللي طرحنا عليها مجموعة من الأسماء زي الفنان يحيى الفخراني، هند صبري ووالدتها سهير المرشدي، ووصفت كل حد فيهم على طريقتها. وردة بالنسبة لنا كلنا حالة خاصة جداً، وصوت طربي جميل جزائري مصري، ملكة قلوب العرب كلهم، يعني تاريخ كبير جداً ربنا يرحمها ويحسن إليها، وهي بقية معانا بفنها الجميل. بتونس فيك وانت معايا، بتونس فيك وبلاقي في غربك دنيايا. ريهام عبد الغفور اختي وحبيبتي ومن اقرب الناس ليا في الوسط الفني. انا عارفه كارما كويس، لو عرفت مش هتسامحني. ليه بتقولي كده؟ اكيد طبعا هتقدر موقفي. استاذ دكتور يحيى الفخراني استاذي وحبيبي وكان حلم كبير قوي ان انا اشتغل معاه، والحلم اتحقق في 3 اعمال، واتمنى اشتغل معاه تاني، يبقى ليا الشرف. انا فاكره طشاش مشي وانا صغيرة قوي. ماشي وساب سره جواكي وعلمني وصاحب فضل وانا هعلمك. انت الياقوت يا بنت الياقوت، انت غير الكل. هند صبري حبيبتي واختي وصاحبتي ورفيقة نجاح كبير قوي 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 ليها وليا في حلاوة الدنيا. الفستان يا نهارك ابيض يا صبري. عروسة المولد. ايه ده؟ ايوه. ماما من اجمل واهم الشخصيات واكثرهم تاثيرا في حياتي. الست عبله بلبله قصه حب في حياتي كبيره قوي، اخراج واحد من اهم المخرجين اللي بحب اشتغل معاهم واهم المخرجين بشكل عام استاذ سامر محسن، ودور فارق في حياتي. والهديه اللي انا ما اقدرش على تمنها ما اخدهاش. بس انا ما طلبتش منك ترديها. الاصول كده. استنونا بكره في الجزء الاخير مع فقره نجم الاسبوع مع الممثله الجميله حنان مطاوع. أنا مبسوطة جداً بالكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا أو في الشارع، إحنا عايزين نشوفك في بطولة بتاع. أحب دايماً الحاجات اللي ليها طعم وهوية، أحب اللبس اللي شبه الناس. خلصت حلقة عرب ود الليلة وكان فيها النجوم يلتقون على مائدة سحور دير جاسم. أنا يعني لبيت دعوة النهاردة وبشكر دير جاسم. كواليس مضحكة في مسلسلات رمضان هذا العام. انتظروا إياد نصار في كازابلانكا والممر. كازابلانكا مهم بالنسبة لي كخطوة سينما. محمد كريم على السجادة الحمراء في مهرجان كان. النهاردة السكرينينج وعرض الخاص الفيلم بتاعي أسكورت ساتل. هل ستكون نادين جيم بطلة مسلسل أحمد السقا الجديد؟ هيكون إن شاء الله في فيلم وفي مسلسل. عرب وود يلتقي حصرياً بكارول سماحة في فعاليات مهرجان كان. أول مرة لي مشاركة بمهرجان كان. حنان مطاوع في رسالة حب إلى وردة. وردة بالنسبة لنا كلنا حالة خاصة جداً، وصوت طربي جميل جزائري مصري. وبكده تكون خلصت أحداث وأخبار حلقة النهاردة. استنونا بكرة وحلقة جديدة من عرب وود، وشكرا لمتابعتكم.